فنعود إلى السياق من سورة القمر، من هذا الموقف العجيب مما بينا بعض ملامحه من علاقة العبد بربه. القصة تتعلق طبعا بنوح عليه السلام، وإنما العبرة والحكمة فيما يمكن أن يستفاد هي علاقة العبد بربه. علاقة العبد بربه من حيث هو عبد، أي أن العبد إذا حصل صفة العبدية وكان عبدا لله حقا ووجد وذاق وسلم أن الله جل وعلا هو ربه، فحصل ما حصل بين العبد وربه من الرضا والتراضي، يحصل ذلك الرضا بما يحصل من محبة بين العبد المحب لمولاه بما عرف، أي هذا العبد بما عرف عن الله جل وعلا من صفات وأسماء تجعله بعدما عرف حقا وصدقا تجعله يتعلق بالله، ويكون له ذلك الرضا من رضي بالله ربا، الرضا حيث يذوق فعلا حلاوة الإيمان، يذوقها ويجدها ويشعر بها شعورا حقيقيا، آنئذ يكون ذلك التجاوب بين الرب الرحيم الكريم وبين عبده المتقرب إليه، وهذا الذي كان عليه الأنبياء جميعا، بل إليه دعوا وعليه عاشوا وعليه ماتوا، وتبعهم في ذلك الصديقون والشهداء والصالحون وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وتلك غاية الدين، أن يصل العبد فعلا هذه الرتبة، أن يشعر بوجود الله سبحانه وتعالى وبربوبيته له، أن يشعر يعني يذوق المعنى كيف يكون الله جل وعلا ربك، أي حينما تشعر وتجد فعلا أنك عبد لا تتصرف إلا بإذنه. هذه خلاصة الكلام، أنت عبد لا تتصرف إلا بإذن الله، وتكون الأحكام الشرعية من الحلال والحرام والواجب والمندوب والمكروه والمباح، كل ذلك إنما هي علامات، علامات في سيرك وطريقك إلى الله جل وعلا، تبين لك ما يرضي وما يسخط ربك، أي أنها علامات الإذن بلغة أخرى، أنت عبد لا تتصرف إلا بإذن مولاك، فكيف تعلم أن الله أذن لك في أن تفعل أو لم يأذن لك في أن تفعل؟ أحكام الشريعة، أحكام الشريعة التي وردت بكتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وما استنبط منهما استنباطا صحيحا مليحا، كل ذلك علامات يهتدي بها العبد إلى الله جل وعلا، تبين له مقاصد الرحمن سبحانه وتعالى من شريعته مما يرضيه ومما لا يرضيه. وحينما يتعامل العبد مع شرع الله بهذا المنطق، أي أنني أفعل كذا لأنه يرضي ربي ولا أفعل كذا لأنه لا يرضي ربي، هذا الوعي الحقيقي الذي هو شعور تعبدي في التعامل مع أحكام الشريعة، هو الذي يجعل المؤمن قد بلغ رتبة العبدية، وإنها لرتبة عليا، رتبة العبدية، إذا شعر بأنه قد بلغ رتبة العبدية حقا وصدقا فذلك العبد مستجاب الدعاء أبدا، عبد. ولذلك قال فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، كما بيناه قبل ربه، كأنه يعني في سياق هذا التعبير العجيب الجميل كأنه ربه دون سواه، مع أنه رب العالمين
وكان يمكن أن يكون التعبير على سبيل اللغة العامة فدع الله وهو كلام صحيح، أو فدع الرب أني مغلوب فانتصر، ويدخل فيه كونه رباه. يعني من ناحية اللغة العامة إذا قلنا فدع الله راه داخل المعنى فدع ربه، لأن الله هو ربه، أو فدع الرب فهو رب العالمين، أو فدع رب العالمين أني مغلوب فانتصر، أي أنه رب العالمين وأنا من العالمين. لا، قال فدعا ربه لخصوصية العلاقة بين نوح وبين رب العالمين. هذه الخصوصية هي خصوصية الرضا الكامل، أي أن نوحا عليه السلام قد تقلب في مراتب العبدية بما يرضي الله جل وعلا، وصبر ما صبر على قومه 1000 سنة إلا 50 من المعاناة في دعوة قوم لم يلتفتوا إليه ولم يقبلوا دعوته إلا قليلا قليلا قليلا. وقد سئم رسل آخرون من أمر الكفر والارتداد والطغيان وعدم السماع، وصبر نوح هذه المدة ليس بالأمر الهين أن يكلف رسول 1000 سنة قل 50، شيء يعني إنما تجمعه الكلمات ولا يستوعبه الوجدان لثقله. 1000 سنة إلى 50 وهو يدعو إلى كلمة واحدة أن يوحد الله بأنه لا إله إلا هو لا شيء آخر، ويصبر على هذه الدعوة اليوم بعد اليوم، الشهر بعد الشهر، والعام بعد العام، والقرن بعد القرن. شيء غريب، حتى يائس اليأس التام، وحتى أخبر من لدن الوحي بأنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن، آنئذ دعا، فدعا ربه أني مغلوب يا ربي، عدمت الحيل وما بقيت لي حيلة إلا استعملتها، وما بقيت لي وسيلة مشروعة إلا طرقتها، ما بقي لي شيء آخر أصنعه إزاء هذا هؤلاء القوم، فما بقيت إلا إرادة الله المطلقة وقدرته الشاملة في أن يتصرف كما يريد سبحانه بحكمته في تدبير أمر مملكته. قال فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، وكان الجواب، لأن الدعاء كان من عبدين وليس من أي شخص، لا كان من عبد، إن هذه الصفة صفة المدح، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. يعني سياق الرفعة والعلو وصف فيه الله جل وعلا محمدا بالعبدية، مع أن السياق راهم طلعوا عنده للسماء إسراء فعروجا، وفي ذيك اللحظة اللي غادي يطلعوا وصفه بالعبدية، والعبدية تقتضي الذلة، وواقع الأمر لمحمد إنما هو عليه الصلاة والسلام العزة والرفعة، لكن بما عبد الله. فكان الجواب لنوح جوابا كافيا شافيا عجيبا، جواب الرب الراضي عن عبده. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا. يعني هذا الأمر الغريب الذي حصل، قصة الطوفان التي لا يكاد يستوعبها العقل إلا أن يذكر ذلك تفصيلا من القرآن الكريم، حيث جاء الماء من السماء ومن الأرض، فالتقى الماء على أمر قد قدر،
فتحت السماء بأمطار غزيرة لا سابق لها ولا نظير، لأنه التعبير بقول الله جل وعلا ففتحنا أبواب السماء، هذه مش أمطار، هذه فتحت أبواب السماء، يعني كأن الماء يضخ من السماء ضخا، كأنها أنهار تنزل من السماء بماء منهمر، والأرض فجرت العيون، يعني شبه ما تكون كالبراكين تتفجر بها الأرض بأمر الله عيونا في كل مكان، ومن كل مكان تتفجر العيون بالمياه الغزيرة الرهيبة. فإذا كان الماء قد فتحت أبوابه من السماء منهمرا وفجرت براكينه من الأرض غزيرا، فالتقى هذا وذاك على أمر، على أمر أي على أمر كوني قدري، قد قدر هذا الأمر الحتمي الذي لا يرد، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالتقى الماء على أمر قد قدر لا رد لأمره المقدر. وهنا نقف وقفة عند هذه الآيات العجيبة لنستخلص سنة من سنن الله، وهي علاقة السنة الكونية بالسنة الشرعية. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. قبل أن نتحدث عن النجاة وحملناه على ذات ألواح ودثر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، كانت الدعوة أولا، ما كان العقاب هو الأول. أرسل نوح إلى قومه بدعوة التوحيد، بشهادة أن لا إله إلا الله الخالصة المخلصة، ليدخل الناس في دين الله الخالص، ألا لله الدين الخالص. لكن الناس طغوا وأبوا، فما كان الله جل وعلا ليترك الفساد يجري في الأرض إلى ما لا نهاية. وهذا الذي أردت بالسنة القدرية التكوينية في علاقتها بالسنة الشرعية التكليفية، وهو مستمر إلى يوم الدين، بمعنى أن الإنسان فردا كان أو مؤسسة أو حضارة أو مجتمعا أو مدينة أو قرية، ما شئت، قاعدة عامة في كتاب الله وفي الكون أو الخلق الذي خلقه الله. الإنسان يعني سواء يكون غير هو بوحده فعلاقته مع الدين أو مؤسسة أو دولة أو حضارة كيف ما كان، إما أن يستجيب لشرع الله فيلتزم الحلال والحرام ويطبق في نفسه، إذا تكلمنا عن الإنسان الفرد ويطبق في نفسه حدود الله على قدر ما كلفه الله وعلى وزان طاقته، فكل الأمر يعالج معه بالشريعة. يعني هذا الإنسان اللي يتجاوب مع الدين ويلتزم بالدين ويتبع الصلوات دياله والأمور دياله، فهو إن شاء الله بخير، هذا المبدأ وهذا الأصل وهو السياق. وإلا غلط العلاج دياله غيلقاه في الكتاب وفي السنة، يعني في الشريعة نفسها، لأنه أخذ بالشريعة فجعل الله له علاجه وتأديبه في الشريعة. تايلا بغى ربي تعالى يعاقبه كيعاقبه بالشريعة نفسها، وكتكون العقوبة ديال الشريعة عقوبة تربوية، عقوبة تربوية ينال بها صلاحا في الدنيا وأجرا في الآخرة، حتى ولو سرق ولو زنى. كما تعلمون
في حديث المرأة التي زنت في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام ورجمت، فسبها أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بما مسه من دمها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد تابت توبة لو وزعت على ما بين أو على أهل المدينة أو على ما بين الجبلين أو كما قال لوسعتهم. يعني الحدود تكون كفارة، تكون كفارة لأصحابها. هذا يعني في أسوأ الأحوال، هذا في أسوأ الأحوال، وإلا ففي أحسنها. فكل بني آدم أخطأ، وخير الخطائين التوابون، والعبد يصحح مساره بالتوبة، بالتوبة يتوب إلى الله، ومن تاب تاب الله عليه. ولو أتى بما أتى من الجرائر والجرائم، ولو كان كقاتل بني إسرائيل الذي قتل 99 وأكمل 100 براهبهم، ليس هنالك ذنب لا يتاب منه في الأرض أبدا، ولو كان الشرك. لأن بعض الناس يتوهمون، طبعا هذا خطأ شائع بعض الأحيان يوقع، أنه الشرك لا توبة. لا بلى، الكفر، الكفر يتوب منه الإنسان، فما بالك بالشرك. وإنما يعني القول بأن الشرك يعني لا، يعني لا، لا يغفر، إنما هو يتعلق بمن مات عليه والعياذ بالله. إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي أن يغفر، لا يغفر أن يشرك به لمن مات على الشرك، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي لمن مات على كبائر أخرى، فذلك مرجى إلى رحمة الله، قد يغفر له الله إلا إذا كان قد مات على الشرك. أما من تاب من الشرك في الدنيا، فكل من تاب فالله جل وعلا تواب رحيم. لكن إذا لم يقبل العبد الشريعة، ما بقاش خدام بالشريعة في نفسه وفي بيئته، يرفضها، فهذا لا تعالج أحواله بالشريعة. هذا منطق شرعي ومنطق عقلي. أنت ما قبل الشريعة أصلا، لست متدينا، لست متعبدا بها، لست مقبلا على الله بسبيلها، فلن تكون لك دواء ولا شفاء ولا علاجا. حتى إذا استفحال الأمر سلط الله على عبده ذاك، وتخيلوا كي بغيت فرض دولة، مؤسسة، قرية، كيف ما كان، سلط عليه آنئذ شريعة أخرى تعاقبه وتؤدبه، وهي ما يسمى عند بعضهم بالشريعة الكونية، أو باللغة القرآنية الإرادة الكونية القدرية. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وهذه الإرادة التي لا ترتد. وبزاف ديال الناس كيتخلطوا اليوم جوج الإرادات كاينين، كيتكلم عليهم الله سبحانه وتعالى في القرآن، يعامل بهما الإنسان والكون أجمعين. إرادة تكليفية تشريعية هي اللي كتتعلق بالأمر والنهي، افعل لا تفعل، أقيم الصلاة، آتوا الزكاة، إلى، وهذه الإرادة منوطة باختيار العبد. لكن غير خصك تفهم مزيان، أنا شحال من كيف فهمني اختيار مقلوب. كيف هي منوطة باختيار العبد؟ إرادة التكليف، يعني أمرنا الله تعالى يعني بالشريعة، أمرنا نطبقه، أمر الحلال والحرام، يعني يأمرك بأن تختار أنت الحق. هذا الاختيار بمعنى الرضا، بأن ترضى لا أقل ولا أكثر، ماشي التخيير. التخيير لا وجود له إطلاقا إلا في حكم المباح، وحتى هو عند التدقيق ليس بتخيير على الحقيقة المطلقة. ففرق بين الاختيار وبين التخيير، ويتداخلان على كثير من الناس. فالله تعالى يعني لا يخيرك بين الإيمان والكفر أبدا، هذا غلط، هذا مش صحيح. وإلا فما معنى العذاب والعقاب لمن كفر إذن، إذا كان يخيرك بين الإيمان والكفر؟ وإنما يأمرك، إنما لا يرضى منك إيمانا إلا إذا اخترته، ها القصة، إلا إذا اخترته برضاك. ما عندهم يدير واحد الإيمان أنت جاي ليه بالزز، لأنه ليس بإيمان ولا بصدقة أنت تخرجها كرها، إذا ليست بصدقة، لا،
ينبغي أن يكون هذا اختيارك أنت تختار. وإذا اخترت الكفر يعاقب، نعوذ بالله من عقابه، ويلزمك عواقبه ونتائجه لأنك اخترته. وهذا معنى قوله تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وليس أبدا يعني يقول لك إن هذا يساوي هذا، أبدا ما كان ليكون أصحاب الجنة كأصحاب السعير أبدا. فإذا حينما لا يختار الإنسان الشريعة فالله يتدخل بإرادته الكونية، وهي إرادة حتمية قدرية، هذه إرادة أخرى رقم 2. لأن الأولى منوطة باختيار الإنسان، أعطاك إمكان باش تكون صالح وقال لك كن صالح، وأعطاك إمكان باش تكون ماشي صالح وقال لك ما تكون شيء ماشي صالح، نهاك عن الكفر والفسوق والفجور والعصيان، لكن أعطاك إمكانية أنك لا تكون مؤمنا أو لا تكون صالحا. من أراد أن يكفر ربي أعطاه القدرة باش يكون كافر كافر، ومن أراد أن يكون عاصيا ولو كان من المسلمين أعطاه ربي القدرة باش يكون عاصيا ولو كان من المسلمين، ولكن نهاه عن ذلك وأمره بالأخرى من الخيرات والبركات. فهذه الإرادة اللي اختار أن يكون صالحا، الله سبحانه وتعالى من بين أنواع جزائه بالخير أن يجعل تدبيره وتسييره قائما بالشريعة، وهي حكم كلها ومصالح كلها ومآل خير في الآخرة كلها. لكن من بنادم ما يخدمش بهذا المنطق صافي ربي حتى هو ما يخدمش معاه به، كيحيد من طريق ديالو الإرادة التكليفية التشريعية ويعاملوا بإرادة أخرى، هي الإرادة التي يعامل بها البهائم، والإرادة التي يعامل بها الكواكب والنجوم، هي الإرادة التكوينية القدرية التي لا ترتد، وهي المقصودة في قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، حتمية ولا علاقة لها باختيار المكلف. أنا إذا ما بقاش الهضرة يعني يمكن الإنسان يدير ويمكن له شي يدير، ماشي الخاطر. أنا إذن يسير تسييرا كما تسير الكواكب والنجوم. وهذا الذي وقع لقوم نوح هو منه، لما كذبوا فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، انتهت القصة. إذن قصة التكليف انتهت وبدأت قصة أخرى، وهي قصة القضاء والقدر النازل من السماء والنابع من الأرض في سياقهم، حيث التقى عليهم الماء من السماء ومن الأرض على أمر قد قدر. هذا التقدير هنا بمعنى الإرادة الكونية القدرية، ولها صور شتى. يعني بنادم متبع الشريعة متبع الدين، الله سبحانه وتعالى يقبله من الدعاء، يعني إذا أخطأ ويعني بجميع الأحوال، إذا مرض يدعو ربه فيشفيه، إذا يعني دائما الله معه، فدعا ربه ربك يجوبه. لكن حينما يصطدم بهذه الشريعة فإنها لن تتجاوب معه بعد ذلك، ولن تكون له سبيلا إلى الله لا بالدعاء ولا بغيره. وآنئذ تتدخل الإرادة الكونية ويعاقبه الله بزلازل من الأمراض في بدنه أو في أسرته أو في غير ذلك مما لا حيلة له معه. فالمرض نعوذ بالله إذا اقتحم جسد عبد عقوبة من الله، عقوبة من الله، شبقي له ساعة من اختياره، ويختار أن يمرض وأن لا يمرض، يختار أن يخسف به أو لا يخسف به، والمجتمعات تختار الفقر أو لا تختار، كل ذلك يقع بمقادير تتعلق بإرادة الله التكوينية القدرية، بما فسقت هذه المجتمعات عن أمر الله. فهما إذن أمران يدبر بهما الله جل وعلا الكون كله، وهما من أخص خصائص شؤون ربوبيته جل وعلا، الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية. فما دام الإنسان
تتجاوب مع الإرادة التشريعية فهو بخير. لكن لما تحصل القطيعة بينه وبينها ويصل إلى يعني مرتبة من القطيعة تغضب الله سبحانه وتعالى، فلا يلومن آنئذ إلا نفسه بما يقع عليه من البلاء العظيم الذي لا طاقة له به. ولهذا قوم نوح لما رفضوا الدين كاين شريعة أخرى هي هذا العقاب الذي نزل به الكون بيد الرحمن سبحانه وتعالى، ساكنين في الأرض ومغطين بالسماء، هذه الأرض وهذه السماء جنود في مملكة الله جل وعلا تأتمن بأمره الكوني القدري. فمجتمع نوح عليه السلام حينما رفض الشريعة جاء قدر الله الذي لا يرتد، وجاء عذابه والعياذ بالله الرهيب الغريب بما سمعنا وبما قرأنا. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. ولكن الله جل وعلا عامل نوحا وجماعته الصغيرة المؤمنة بالشريعة وحملناه على ذات ألواح ودسور. الألواح الألواح ما زالت في عاميتنا إذن خشب، والدسور المسامير، يعني تعبير عجيب جدا. كان ممكن يقول السفينة، لا يعني قال لك ما كانت شيء حتى سفينة حقيقية، يعني خشبات ومسمرات، ايش اللي بغى يقول؟ انه الان السفينه اللي يكون قال لنا السفينه بهذا المعنى. سيحصل اذن لكل جيل، كل جيل يجي يقرا يعني هذا الامر، يعني غتجيه السفينه في باله اللي شاف بعينه. وحنا بالنسبه لنا تجينا هذه البواخر الفخمه التي هي كالمدائن، بحال شي مدينه غاديه في البحر وفيها من اسباب الرفاهيه ما فيها، ويعني الامان، شعور الانسان فيها بالامان، كينسى باللي راه في البحر، كينسى تخطر. لا يعني بحار متلاطمه وهي تجري بهم في موج كالجبال، ولكن علاش راكبين هذا الذي يجري بهم في موج كالجبال؟ انما هي اخشاب ومسامير، بمعنى انهم مهزوزين وراكبين ومحمولين بالعناية الإلهية لا أقل ولا أكثر. فأين الشريعة هنا؟ الشريعة هنا هي الرحمة النازلة بما دعا ربه، فدعا ربه، هذا جواب من أجوبة الدعاء. نزل الجواب على قومه إرادة قدرية، ونزل الجواب عليه شريعة رحمانية حفظا من الله لما دعا. فأنت حينما تدعو وأنت مستجيب للشريعة غير ناقض لها ولا محارب لها، فأيقن بأن الله سيجيبك بعفوه وبرحمته وبلطفه، ويجعل الكون مسخرا لك. البحر خدام معك، وخشبات ومسمرات يسلك بك في أهول وأرهب أحوال المياه والبحار حفظا من لدنه سبحانه. تجري، قال تجري بأعيننا. الله سبحانه وتعالى راه يعني هذه يعني تعبير فيه مجاز، لأنه تجري بأعيننا، الله سبحانه وتعالى كاين جانب اللي هو حقيقي وهو أنه كيشوف فيها، ينظر إليها سبحانه وتعالى، ولكن كاين معنى آخر اللي هو المعنى المجازي، وهو أن الله تعالى يحفظها، يحفظها ولتصنع على عيني. يعني الله سبحانه وتعالى ينظر إلى عبده موسى في القصة ديال سيدنا موسى، ولكن أيضا يحفظه. هم درته في التابوت، ها هي قد ألقته في البحر، ها هو التقطه آل فرعون، ها هو يعني أخذ وكان آل فرعون يقتلون الصبيان، ومع ذلك تدخل زوجته، لا تقتلوه، قرة عين لي ولك لا تقتلوه. هذه يعني بعين الله، أي بحفظه، ما دام أنه سبحانه وتعالى كيشوف الأمر حاضر، راه حافظه سبحانه.
وكذلك سفينة نوح تجري راه ربي تعالى مطالع على ديك الامواج وديك الاهوال، وكان يكفي ان حاله الخشبات هذه في هذه الظروف المخيفه وهذه المياه جاريه، هذه مياه الفيضان، هذه ماشي مياه البحر العاديه، مياه الفيضان والعياذ بالله. والتقى البحر بالنهر بالعيون بامواه السماء، هذه يعني بحار تجري. السفن العصريه الان يستحيل ان تثبت في مثل هذه الاحوال، يعني كما نشاهدوا على سبيل التقريب لا اقل ولا اكثر، نطلب الله السلامه والعافيه لنا ولكم المسلمين اجمعين، كما نشاهد في هذه الاعصارات الرهيبه التي تضرب الارض من حين لاخر في مشرقها ومغربها. ما كيبقى ديك الساعه لا بواخر ولا غواصات ولا عمارات، اي شيء، لا شيء. خشيبه او خشيبات ومسامير ركب عليها نوح وسل من أصحابه، وبهائم ووحوش من الأرض تجري بعين الله محفوظة بحفظ الله بما دعا ربه وبما استجاب قبل ذلك وبعد ذلك لمولاه وكان عبدا. فمن كان عبدا لله كان الله له ربا. ما معنى ربا هنا؟ يعني ربا يعني مقابله ربي تعالى، مقابله، لأن يعني من معاني الربوبية تدبير الكون، نسير له شغله ونقابل له شغله، واللي قابل له ربي شغله تهنى. وهذا معنى التوكل ومعنى الاحتساب. حسبنا الله ونعم الوكيل، أي كافيني الله سبحانه وتعالى يقابل لي شغلي، فهو حسبي وهو وكيلي، مصوب لي شغلي سبحانه وتعالى. شيء عظيم. هذا من أروع عبر القرآن الكريم للمؤمن، أنك إذا توكلت على الله واستجبت له وكنت له عبدا فأيقن بالأمان التام في الدنيا رغم ظلماتها ومحنها وإحانها، فأنت عبد واخا تكون غير بوحدك. ولو اشتد البلاء على العالم ولو وقع ما وقع، غير ضمن حاجة، كون عبدا لله يكون لك الله ربا ولا يتخلى عنك ولو في أحلك الظروف، لأن هذه الظروف شكون مولاها؟ رب العالمين هو الذي صنع سبحانه كل الظروف مما ينفع ومما يضر. وأنت إذ تكون بالله ولله فكن على يقين من أن الله جل وعلا لا يخلف الميعاد سبحانه، ولا يتخلى عن عباده ساعة العسرة حاشاه سبحانه. وهذا الجمال ديال الإيمان، هذا فص التوحيد، هذا كمال الإخلاص، حينما يشعر العبد فعلا بأنه عبد أخلص العقيدة توحيدا لله يكون الله له، يكون الله له. وما تحقرش راسك تقول أودي أنا يعني غي واحد أو قليل أو كذا والخير قليل، أبدا. الله جل وعلا يلتفت سبحانه إلى عبده ولو كفرت الأرض جميعا، كما بينته في الحصة السابقة، نوح مع كمشة ديال الناس، الله سبحانه وتعالى أدار الكون كله لصالحهم، يعني حرك مقادير ديال السماوات والأرض كلها. والطوفان الآن علماء الجيولوجيون يؤرخون به للأرض، عندهم مرحلة تاريخية ما قبل الطوفان وما بعد الطوفان، أحوال الأرض جيولوجية وقع فيها تغيير. علاش؟ من أجل سيدنا نوح وجماعته، كمشة من الناس. لما؟ لأنهم عباد، وما خلق الله الأرض إلا للعباد. ولذلك كانت هذه الخشيبات ذات الألواح وذات الدسر مأمونة مؤمنة، عندها الضمان ديال رب العالمين، ضمان المحبة، ضمان السلام. فجرت في هذه البحار بأعين الله جل وعلا أمنا وأمانا وسلما وسلاما، لأن فيها نوح الذي كفر، أي الذي كفرت به الناس. كان نوح نعمة الله على العباد فكفرها العباد، فالله جل وعلا رحم من آمن
وعذب من كفر بالسنة الكونية القدرية على ما بينا. فهذا الأمر إذن هو الذي ينبغي أن نلتقطه كما ذكرت حكمة بالغة، كما قال في بداية السورة أو أواسطها بالأحرى، حكمة بالغة نلتقطها، حكمة بالغة لأنفسنا لنعلم كيف نسلك إلى الله جل وعلا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأخير دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.